بيكم وحلقة جديدة من برنامج الشباب اتكلم براحتك. حلقة النهاردة عنوانها حياتنا في جبنة، الموبايل أول ما ظهر في بلدنا من حوالي 20-22 سنة كان عد قد كده، لا والله أول ما ظهر كان كبير جدا، وكان عبارة عن تليفون أتصل بس واستقبل. اتطورت الدنيا بقى فيه رسائل وخلاص، لكن بعد ما ظهر الموبايل الذكي بقى فيه حاجة اسمها التطبيقات. حياتنا كلها تطبيقات، عايز تاكل خش على تطبيق فلان، عايز تركب تاكسي لحد يوصلك تخش على التطبيق الفلاني. هل احنا عندنا تطبيقات مصرية وشباب نبغوا في ده؟ هيبان في حلقتنا النهاردة. طيب ازاي نأمن نفسينا في التطبيقات دي؟ لان اي تطبيق انت بتاخده على الموبايل بياخد كل بياناتك ومعلوماتك، وعايز اقول لك المعلومة بتاعتك انت كشخص بتتباع دوليا لأجهزة مخابرات لدول الكلام. ازاي نأمن نفسينا؟ ده غير ان بيتباع ايضا لشركات اعلانات. احنا طبعا ده غير رقم الموبايل بتاعك اللي بتجيلك عليه شركة إبادة الحشرات اللي مطلعة عنا وكل يوم والتاني رسالة تعالى مش عارف نموت الحشرات اللي. يا اخوانا ارحلوا. نطلع نشوف انفوجراف عن اشهر التطبيقات العالمية وارجع لشبابنا في الاستوديو ونسألهم. بلغ عدد البشر المتصلين بالإنترنت في عام 2018 أكثر من 24 مليار إنسان، بزيادة سنوية 7%. كما بلغ عدد مستخدمي تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 3.196 مليار إنسان، بزيادة سنوية 13%. وتعد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر استخداماً عالمياً بين الشباب، فقد بلغت نسبة مستخدمي موقع فيسبوك عالمياً 2.121 مليار مستخدم، منهم 38 مليون مستخدم في مصر. وبالنسبة لموقع وتطبيق يوتيوب فهناك 9 مليار مستخدم لليوتيوب شهرياً وأكثر من 30 مليون مستخدم يومياً، ويعد اليوتيوب هو ثاني أكثر محركات البحث انتشاراً في العالم. وتخطى عدد مستخدمي موقع إنستغرام حاجز 1 مليار مستخدم، منهم 800 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم. ويعد تويتر رابع شبكة اجتماعية شعبية، وكشف تقرير حديث أعده جهاز الإحصاء أن عدد تغريدات المصريين على تويتر يصل إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً، بنحو 2013 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وانضم نحو 590 ألف مستخدم مصري جديد منذ هذا العام. وبلغ عدد مستخدمي تطبيق واتساب 1.5 مليار مستخدم، ويتبادل مستخدم التطبيق 60 مليار رسالة بشكل يومي. إذن إحنا كمصريين مقبلين وبنستخدم المواقع والتطبيقات بشكل كبير جداً، زي ما بيتكلموا على إن عدد التغريدات اليومية للمصريين على موقع تويتر قرابة 3 مليون تغريدة في اليوم الواحد. هروح ليه شبابنا في الاستوديو علشان أسألهم إيه أهم التطبيقات اللي موجودة على التليفون بتاعكم، وأغلب التطبيقات عندكم هلس يعني ولا في تطبيقات جدة؟ فضلي. صلاح من محافظة الشرقية. أهم التطبيقات على موبايلي الواتساب والفيسبوك وبرنامج صلاتي، بس هما دول اللي عندي. طب ما فيش أي تطبيقات تانية يعني جيمز ألعاب يعني؟ لا ما بحملش. طيب أنا منزل أغاني ومنزل قرآن كريم بصوت بعض الشيوخ المصريين القدامى، يعني حاجة بهذا الشكل، ومنزل جيمز على موبايلي لما أكون قرفان في الشغل كده أو هخلص بعد شوية زي ما بخلص معاكم هقعد ألعب جيمز. طيب اتفضل. إبراهيم علي، محافظة الشرقية. التطبيقات فيسبوك، واتساب، تويتر، انستجرام، الجيمز، لاب بابجي موبايل، التطبيقات اللي هي المفيدة بالنسبة لي واتساب، جروب الدفعة وجروب الكلية. طب في حاجات مفيدة ولا كله للهلس؟ لا الواتساب مفيد لجروب الدفعة عشان المحاضرات والدكاترة اللي بتنزل محاضرات، برضو فيسبوك مفيد تبع الكلية، في جروبات تبع الكلية. أما الهلس دي الجيمز، بابجي، تويتر، برضو يعني تويتر هلس، كله هلس. هرجع لكم يا شباب تاني واسألكم نفس السؤال، بس تعالوا نشوف تقرير سألنا الناس في الشارع ايه أهم التطبيقات اللي بتستخدموها النهاردة.
الابلكيشنز اللي عندي على الموبايل زي الواتساب، فيسبوك، سكاي نيوز. التطبيقات اللي عندي على الموبايل سناب شات، فيسبوك، انستغرام، واتساب، اطلب، ماسنجر، فيسبوك، جيميل. اللي عندي انستغرام، عندي فيسبوك، عندي واتساب. واتساب بتواصل بيه مع اصحابي، على اصحابي اللي انا عارفاهم يعني، والفيسبوك معايا بتعرف على ناس جديده. فيس والواتساب وال الحاجات اللي هي بستخدمها في التواصل يعني مع الكوميونيكيشن بصحابي والجروبس، الحاجات اللي بتبقى مفيده sometimes يعني. الابلكيشنز المتعلقه بالجي بي اس وفي نفس الوقت المتعلقه بالمواصلات. في الاول حاجات بتاعت السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، حاجات كده. في حاجات اللي هي اللي بعمل بيها اديت للصور زي بيكسلر مثلا، وعندي ابلكيشن بتاع مديتيشن عشان لما احب ريلاكس وكده اسمه يوبر. فيسبوك، الواتساب، ماسنجر. عندي فيسبوك، واتساب، انستغرام، ماسنجر. بعمل بيهم ايه يعني؟ مثلا الصبح على الفيس بعمل سيرش، على سكاي نيوز دايما ببقى بشوف الاخبار الجديده لان ده مجالي. لا هو انا بستخدمهم في حياتي عامه يعني، ما فيش يوم مش هخش استخدم حاجه فيهم. شغلي صراحه ما فيش اي حاجه تقريبا لشغلي. شغلي متعلق بالساينس، ففي ابلكيشنز على الكمبيوتر اوكي، بس انت ممكن انت تحطها على موبايلك. ففي ابلكيشن مثلا اسمه ميندلي، في ابلكيشنز اسمها ساينس. اصحابي هلس جدا يعني، واتساب هلس. الفيسبوك ممكن شغلي تبع حاجه انا بشتغل فيها او كده. الفيسبوك مفيد اكتر، انا بستخدم الفيسبوك كله لشغلي يعني. في ابلكيشن مفيده لشغلي او لمجالي يعني كتير جدا، وفي حاجات للهلس زي الفيسبوك، حاجات تانية كتير. هلس ممكن نقول انستغرام، تمام. شغلي ودراستي واتساب، فيسبوك. هو اغلب الابلكيشنز بتبقى يعني مفيده لشغلي بحكم ان انا ببقى عارف عن طريقها في بعض الحالات يعني ابديتس معينه بحتاجها، تطورات، احداث ساعات او اخبار معينه بتبقى يعني بتفيدني في مجال الشغل شويه. اقدر اعيش من غير الابلكيشن اللي هي اللي فيها هيلث وكده، انما مجال شغلي لا طبعا. خلاص حاجه بقت ادمان بالنسبه لي، ما اقدرش اعيش من غير الابلكيشن عامه يعني. صعب شويه يعني، انا نفسي اقفل فيسبوك، اقفل الكلام ده كله، بس مش عارف عشان برضو دراسه وكده. من غير فيس والكلام ده جربت كتير وكان اوكي، بس من غير مثلا زي ما قلت جوجل كروم مثلا، من غير حاجات سيرش على الانترنت، لا ما اعتقدش. لا طبعا بيبقى صعب ان الواحد يقدر يتعامل يعني من غير الابلكيشنز دي، خصوصا بعد ما اتعود عليها، لان هي سهله في الاستخدام، سهله حتى لو بتدرس، لو بتدور على حاجه، معلومه عن النت، عن جامعه، عن شركه، عن حاجه زي كده، بيبقى سهله طبعا في الموبايل. في طول الوقت الواحد بيبقى في ايده الموبايل، وما بيبقاش يعني بقى صعب دلوقتي ان انت تستغنى عنه حتى لو بلابتوب او حاجه زي كده يعني، صعب شويه. انا في الواقع الصراحه ما اقدرش اعيش من غير الابلكيشنز دي، بالذات السوشيال ميديا، لان انا دي اسهل حاجه يعني، اكتر حاجه بتخليني اكونكت مع الناس وكده، فما اقدرش الصراحه اقعد من غيرها، هتجنن. ما اقدرش اعيش من غير التطبيقات دي، لان هي مهمه جدا في حياتنا وخلاص تعودنا عليها. عمري ما اقدر اعيش من غير التطبيقات دي ابدا. زي ما جه في التقرير البعض بيقول لك ما نقدرش نعيش من غير هذا الابلكيشن او التطبيق. سؤال بقى لشبابنا في الاستوديو، هل كل التطبيقات اللي على الموبايل عندكم اجنبيه ولا في تطبيقات مصريه انتوا بتستخدموها مثلا؟ شبل محمد، محافظه المنوفيه. هو في برامج ابلكيشن زي اوبر دوت اجنبي مش مصري، وفي عندي الوورد والاكسل برضو مش مصريين، دول اللي بستخدمهم. في حاجه مصريه؟ لا. للاكل، للشرب، للاكل الصراحه لا ما بتستخدمش. طيب مين بيستخدم ابلكيشن مصري؟ مريم عادل، الطالبه المثاليه على مستوى كليه التجاره جامعه الزقازيق، محافظه الشرقيه. الابلكيشنز بستخدمها بتنقسم لنوعين، ككوميونيتي بقى وكوميونيكيشنز وكده، زي ماسنجر، واتساب وهكذا. والنوع التاني بقى يعني منه دراسه شويه، انا كمجال اقتصاد فمنزله بقى حاجات كتير كده ايكونومكس، ومنه اني افهم وحاجه بسيطه كده تبقى معايا يعني، بحيث ان على طول يبقى دماغي في الماتيريال. ولينك عندك تطبيقات مصريه؟ مصري مفيش. لا. طيب منزله جيمز على الموبايل؟ لا. كده تبقى مش طالبة مثالية. الطالب المثالي هو اللي بينزل ألعاب على الموبايل بتاعه، صح كده؟ وقت للأسف. طيب تعالوا نشوف تقرير عن أهم وأشهر التطبيقات المصرية على الموبايل بتاعنا. هناك العديد من التطبيقات المصرية الشهيرة التي استطاعت أن تفرض لنفسها مكاناً متميزاً على هواتف المصريين،
منها تطبيق بيقول لك للتغلب على التكدس المروري في مصر، ويتضمن التطبيق الكثير من الخصائص التي تساعد السائقين. وهناك تطبيق المينيوز الذي يقدم خدمة البحث عن المطاعم وقوائم الوجبات والساندوتشات المميزة فيها، بجانب تبادل الآراء والتقييمات بين المستخدمين لمعرفة مستوى الجودة والخدمة. أيضاً هناك تطبيق Yellow Pages Egypt الذي يقدم دليلاً مميزاً لكل ما هو موجود داخل مصر، فيمكنك البحث عن أي شيء سواء شركات أو محال أو مطاعم وغيرها من مختلف الأماكن التجارية وغير التجارية. وهناك تطبيق نفهم الخاص بالخدمات التعليمية، ويقدم المناهج بطريقة مختلفة لكل المراحل الدراسية. حد منكم شباب يعرف حد من أصحابه بيعمل تطبيقات؟ حد منكم بيحلم أو بيفكر يعمل تطبيق؟ طب إيه اسم التطبيق اللي هو عاوز يعمله ده؟ فضل أحمد. أحمد علي الدين البحيرة. طبعاً أعرف مبرمج كان معانا في ثانوية عامة بيدرس عادي، وشغال مبرمج بيساعد كل الناس اللي اخترقت حساباتها أو أي حد حصل له أي تدخل أو أي هاكر. أنا دايماً بطلع، يعني أنا بحاول أخد كورسات عن البرمجة وبحس إن نفسك تشتغل الشغلانة دي؟ أنا مجموعي ربنا يكرمني وأدخل هندسة، يعني واقفين على حاجة في المية بسيطة، و بتمنى إن أنا أعمل برامج وأعمل حاجات بحيث إنها تفيد الطالب المصري. زي إيه؟ زي إديني تطبيق بتحلم تطبيق تعمله اسمه إيه؟ أنا عاوز أعمل تطبيق لاسمه 100% بنفذه، يعني عشان لطالب تالتة ثانوي، لأن فيها معاناة إنه طالب بيسيب حصة بيسيب درس حاجة كمادة تعليمية، إنه بتعلمه إزاي ممكن هو في بيته أو مش قادر ماليا إنه هو يقدر يوصل للناس اللي وصلت بالمقدور ماليا. ربنا يوفقك، وهطلع أشوف تقرير مع مؤسس أبليكيشن فجالة لبيع الأدوات المدرسية. أحمد إبراهيم مهندس برمجيات والمدير التنفيذي لشركة فجالة دوت كوم. هي الفكرة في الأول ما كانتش فجالة، الفكرة بالنسبة لنا كانت إن إحنا شايفين شوارع تجارية في وسط البلد الناس بتنزل تجيب منها كل حاجة بأسعار كويسة، زي شارع الفجالة، شارع عبد العزيز، شارع ترسا، العتبة، الموسكي، الحتة دي كلها كل الناس متكدسة في وسط البلد إنها بتنزل عشان تجيب الحاجة من الأماكن دي. فكان بالنسبة لنا طب إزاي الحاجات دي ملهاش بديل أونلاين أو مثيل أونلاين إن إحنا نخلقه يكون موجود. فكانت الفكرة إن إحنا طب إحنا عايزين نعمل إي كوميرس أونلاين يكفر الحاجات دي ويستغل الشهرة بتاعت الشوارع دي. في أكتر من سيجمنت وأكتر من نوع كاستمر بنتعامل معاه، الأفراد والشركات. أفراد بالذات في فترات زي الفترة اللي جاية دي، فترة الموسم الدراسي، أولياء الأمور، في عندنا أكتر من 18 مليون طالب مدرسي في مصر بيحتاجوا أدوات مدرسية، سبلايز مدرسية. الشركات بتحتاج، بيبقى طول السنة بتبقى محتاجة أحبار، أدوات مكتبية للمكتب، مطبوعات أونلاين اللي بتسمى branded stationaries أو اجندات وحاجات عليها اللوجو والحاجات دي كلها. فبالنسبه لنا ان احنا بنكفر كل انواع الكاستمرز دي. طبعا الموضوع كان صعب في الاول، انك انت بتتعامل مع ناس هي بتشتغل بشكل تقليدي وشكل قديم بقى لها مثلا اكتر من 50 سنة، عشرات السنين هي شغاله بطريقه معينه. فانك انت تخش للناس دي تقنعهم ان في حاجه في اونلاين، وان الاونلاين ده انا مش بنفسك، انا يعني انا الاول اقنعه ان انا مش بنفسك، انا بساعدك، انا بجيب لك تارجت سيجمنتس ونوع كاستمر ما بيجيش عندك ومش هيجي، او لما بيجي بيبذل مجهود كبير جدا. فكان بالنسبه لك لازم يبقى انت في حاجه زي ادد فاليو او قيمه مضافه انت بتضيفها له. بالنسبه للمستخدمين او الكاستمرز، خلينا نتفق ان كل الناس تعبانه، يعني اي حد عايز يجيب ادوات مكتبيه او حاجه بالذات فتره سيزون الدراسه بالنسبه له الموضوع مجهد جدا. انت هتنزل يا اما تجيب الحاجه من المولات اللي هي الاسعار فيها 3 4 اضعاف، وبرضه هتقعد تنقي وتدور على المنتجات اللي انت عايزها وهتبذل مجهود، يا اما ان انت تنزل الاماكن هي زي الاسواق زي الفجاله والحاجات دي وهتدور هناك هتبذل مجهود برضه على ما تلاقي الحاجه. الدليفري عندنا احنا حاطين له وقت اقل من 48 ساعه، من اللي في القاهره بيبقى اقل من 48 ساعه، في بعض الاحيان في المحافظات بيبقى بيزيد شويه عن كده، بس بيبقى بالتواصل مع العميل لان بيبقى معتمد على شركه شحن وسفر وحاجات كده. احنا بنكفر المحافظات كلها، بيبقى في اسعار للشحن في كل حته، الاسعار ممكن في القاهره بتتراوح من 25 ل 30 جنيه، وبيبقى في بعض الاوفرز ان لو انت اشتريت بكميه معينه هتبقى في فري دليفري، وفي المحافظات بتبقى اكتر شويه، بس مع الوقت بنقدر نعمل ديلز مع شركات الشحن بحيث ان احنا نقلل من على العميل، واحيانا بنشارك احنا بقدر من فلوس الشحن عشان يعني ندي تجربه كويسه للناس ونكسر الحته دي عندهم.
أبليكيشن أو تطبيق الفجالة هو أحد التطبيقات اللي شبابنا المصري بيعملها، بيسد فجوة إن إحنا محتاجينها في بلد. بعد الفاصل هيكون معايا اتنين من الشباب، واحد منهم عامل تطبيق اسمه أخطب، بيحاول يعمل تعارف بين اللي عايزين يتجوزوا، وأيضا معايا تطبيق اسمه نفهم، ده بيسهل العملية التعليمية على أولادنا الطلاب. نطلع فاصل ونقابل ضيوفنا الشباب.